من دير البلح مراسل العربي عبد الله مقداد، مرحبا بك. عبد الله، دير البلح والمنطقة الوسطى تعرضت لقصف إسرائيلي في الساعات الماضية، لو وضعتنا في صورة الأحداث هناك. مرحبا محمد، حتى هذه اللحظة وتيرة القصف الإسرائيلي مستمرة على مناطق متفرقة من القطاع، لكن التركيز الآن على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث يتواصل القصف المدفعي في المناطق الشرقية لرفح جنوب القطاع. المعلومات تتحدث عن سقوط عدد من القذائف باتجاه منطقة حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. حتى هذه اللحظة وتيرة القصف لا زالت مستمرة ومتواصلة في هذه المناطق بشكل أساس، بالإضافة إلى استمرار القصف على المناطق الغربية، تحديدا في المناطق الشمالية الغربية لمخيم النصيرات وسط القطاع في منطقة الزهراء والمغراقة. كانت هناك عملية استهداف مدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتوازي أيضا مع استمرار القصف وإطلاق النار من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة في هذه المناطق. بالانتقال إلى الشمال، في شمال القطاع تحديدا نحن نتحدث عن منطقة حي الزيتون التي تتواصل فيها العملية العسكرية الإسرائيلية هناك بشكل موسع ومكثف، ولا زالت حتى هذه اللحظة قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف من قصفها، سواء كان القصف الجوي أو القصف المدفعي باتجاه مناطق حي الزيتون. نتحدث منطقة النديم، شارع رقم 8 10، وأيضا منطقة دولة، وكل هذه المناطق التي تقع في قلب حي الزيتون، بالإضافة إلى بعض المناطق في حي الصبرة التي لا زالت تتعرض لقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. الصورة الأمنية معقدة للغاية، توازيها تعقيدات في الصورة الإنسانية في داخل قطاع غزة، لا سيما على صعيد استمرارية إغلاق المعابر في غزة ومنع إدخال المساعدات إلى داخل القطاع، ومنع أيضا المرضى والجرحى من السفر إلى خارج القطاع لاستكمال رحلة علاجهم، وهو ما فاقم من المعاناة الإنسانية بشكل كبير وموسع في داخل غزة. شكرا لك عبد الله مقداد، مراسل العربي من دير البلح.